صحيح. وتوجيه هذا طول عمرك كله اللي في الاعلام وعادة. الاعلام يعني شيء مهم بالنسبه لنا، والتواصل الاجتماعي شيء مهم. انا يعني بقولكم انتم يعني ليش فتحنا هالقناه اليوتيوب؟ هو للتواصل الاجتماعي كتلفزيون وكارشيف وكمخاطبات. انا يعني امن بالتواصل الاجتماعي من زمان، بقولكم كيف يعني. عندي تليفون اللي يعرفون الناس كلها، وتليفون للعمل. هذا التليفون اللي الناس تعرفه كلها يجيب لي معلومات، لان التواصل بين الناس وبيني، واللي عنده مشكله او يريد شيء او صاير شيء، فتحس بقربك من الناس تصوروا بهالتليفون بس. فاليوم يوم تحت لنا الفرصه على اليوتيوب، فتحنا هاي القناه، وهذا هو للتواصل. ونحن لازلنا ندرس ونتعلم، اما القائد اللي من وراء الجدران والبيبان ما يقدر يقود شعبه، ما يقدر يقود ناسه، ما يعرف شو اللي صاير. ولكن القائد اللي يتواصل مع ناسه وشعبه وشبابه، خاصة اليوتيوب، هذا أكثر الشباب اللي يتواصلون فيها. فهذا هو، والشباب هو المستقبل. ما مثل ما قلت لكم أنا في المحاضرة، أن أكبر شيء أنجزته دولة الإمارات هو أنتم المستقبل يعني. فكل شيء ننظر إليكم، نبغى نتخاطب وياكم، نبغى نتكلم معاكم، وشو آراءكم، وشوفون شو آراءنا، حتى نحن نمشي على الطريق الصحيح. فهذه واحدة من هاي الوسائل اللي هي تقرب من بعضنا البعض. Thank you.
المكتب مكتبكم متى ما تكونون، هذه مؤسسة إعلامية موجودة هنا، واللي يريد يتدرب فيكم واللي يريد يتعلم واللي هذا هم إخوانكم مستعدين، أن كثير من الأخوات هنا يتخرجوا من هذا المكتب. موفقين، الله يوفقكم، ودائما تطلعوا إلى البعيد.